معنا الآن أيضا دكتور خالد الزاوي، عضو اللجنة الزايدي، آسف، عضو اللجنة العلمية بالمؤتمر. دكتور خالد صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا بك. نحن سعداء أنك تكون معنا لتعطينا فكرة أيضا عن الجانب العلمي. والدكتور محمد يعني كان معنا زميلك باللجنة العلمية، أعطانا بعض التفاصيل حول دور اللجنة العلمية، ولكن نبي نعرف أكثر دكتور خالد مثلا المشاركات والبحوث العلمية اللي أكيد هي بين أيديكم الآن ويعني شفتوها ودرستوها، نبي نعرف أبرز هذه الأبحاث العلمية أو أهمها اللي ممكن تستفيد منها هيئة الاستثمار العسكري وتترجمها بشكل عملي. نعم. بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نشكر الأستاذ جمال، الدكتور جمال الحمدي جمال على هذه الفرصة، ونبي نقول إن الورقات العلمية اللي قدمها للمؤتمر كلهم كانت كلهم في المستوى، لكن في بعض الورقات اللي نحن استبعدناها مش لنقص، لكن ما كانش تناغما مع المحاور الأساسية. لذلك احنا تقريبا تقدم 15 ورقة، قبلنا منهم من الناحية العلمية 10 ورقات. العشر ورقات هذين ترتب عليهم ما يقارب عن 60 توصية مبنية على أسس وضوابط علمية. الأسس والضوابط هذين يوضح بشكل عام المناخ الاستثماري في ليبيا، وفي نفس الوقت يوضح دور المؤسسه العسكريه في الدفع بعدد التنميه من خلال شنو تحليل مؤشرين اساسيين، واحد يتعلق بالمقومات بتاع الاستثمار اللي هي مناخ الاستثمار في مجلس، والثاني يتعلق بايش باثر التزاحم او الشراكه ما بين القطاع العام والخاص في القطاع الاجنبي والمستثمر الاجنبي في سوق الاستثمارات. من خلال هذه تبين على الاقل من النتائج الاوليه ان شاء الله حتشوفوها في المؤتمر، حتجد نتائجها باينه في المؤشرات واضحه من خلال الباحثين، ان بيئه الاستثمار غير مناسبه تو في الاقتصاد الليبي لظروف معينه، لان الباحثين قدموا ما يقارب عن 10 متغيرات اساسيه تستخدم في المجال الاقتصادي، واثبتت ان المؤشر بتاعها يبلغ 30% في ليبيا بس. المستهدف ان نحن كيف نرفع من الحاله هذه، وبامكان المؤسسه العسكريه في ظل الرؤيه اللي اطلعنا عليها بشكل شخصي نحن كلجنه علميه ان تساهم بشكل كبير في جذب المستثمرين. الكيف هذه نخلوها للمؤتمر حتعطيك مؤشرات تطمئن جميع المستثمرين وجميع الباحثين وجميع اي شخص يبدو يهتم فعلا بالاقتصاد الوطني. يعني اهم، اعتقد اهم عنصر يرغب المستثمر في 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 وجوده ليعمل في بيئة مستقرة هو العنصر الأمني، وهذا متوفر يعني على الأقل في مناطق واسعة من ليبيا. وهذه أكبر توصية وصلوا بها الباحثين اللي تقدموا بالورقة، كل أغلبيتهم يميلوا للجانب الأمني والسياسي في الموضوع هذا. والله تأثير كبير قلت لك في المؤتمر، حيبان النتائج حتعجب الجميع بإذن واحد أحد، بالذات التقرير اللي تكرر من الأفندي رئيس اللجنة العلمية واقترح أن نحن نديروا صوفية معينة، وأنا ما نقدرش نصر عليها، لكن هي صوفية جميلة جدا إن شاء الله حتشوفوها في العيادة قدام المؤتمر، وحيصدر فيها إن شاء الله بإذن واحد أحد بعد إذن رئاسة المؤتمر صوفية بتغير توضح العوامل وكيفية وكم النسبة اللي تساهم بها المؤسسة العسكرية في تحسين مناخ الاستثمار، لان تقيدنا بحاجات معينه ضمن السياسه اللي اقترح اصحاب الورقات البحثيه ان يتم فيها الاصلاح، ومنها مؤشرات اقتصاديه ومنها مؤشرات اجتماعيه ومنها مؤشرات في البنيه التحتيه وفي المجالات اللي هي الدروس المستفاده من تجارب الدول الاقليميه والعالميه في المجال هذه، وان كيف ان المؤسسه العسكريه تساهم في النمو الاقتصادي وفي الدفع بالاستثمار، لان النمو الاقتصادي لازم ندفعوا فيه نحن حاجتين، المحادثات نتاعها يا اما تكوين راس مالي ثابت يا اما العمل، العماله عندها تؤتمر بأوامر تمام وعندهم المهندسين وكذا،
والقانون يسمح لنا من التعاون مع جميع الأكاديميين والباحثين بما يؤدي الهدف المنشود. والحاجة الثانية اللي هو تراكم الرأسمالي، وهذا البرلمان أعد لهم قانون فيه مزايا جميلة جدا وجاذبة للاستثمار، لأن تهيئة البيئة الأخرى المصاحبة لها اللي هي مجمع العمل الأمني والشروط التعاطف من التجارة اللي إن شاء الله في في المؤتمر الثاني بشكل أوضح يعني. طيب شنو هن أهم التحديات التي تواجه الاستثمار العسكري؟ التحدي الأمني الحمد لله تم إزالته بالقضاء على هذه الجماعات الإرهابية، الجو يعني إلى حد كبير مستقر في المناطق المسيطر عليها من قبل المؤسسة العسكرية. نبي نعرف شنو هن التحديات الأخرى اللي تواجه الهيئة لكي تشتغل في ظروف يعني مثلى في جوانب، هل في جوانب مثلا تشريعية أو وغيرها يعني ممكن تتغلب عليها الهيئة لكي تعمل بشكل كويس؟ نعم عندها معوقات جمع تواجهها، وبالذات المعوقات التشريعية، المعوقات بتاعت القانون. بنتمنى قانون الاستثمار اللي يعد اللي رقم 3 سنة 2018 يسمح النفوذ بالاستثمار، لكن في معوقات أخرى تطرقت لها إحدى الورقات العلمية وأسست فيها، وأرجعت لنا الوحدة من الإشكاليات اللي في ليبيا. خلينا نقول لك الصراحة أن أثر التزاحم اللي هي الشراكة ما بين القطاعات اللي نفذن في الاستثمار، ونحن كيف ما نعرف أن الاستثمار عادة يتغل الجهات اللي نفذن فيه المتعارف عليه أن الحكومة ومؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي سوى في جهة واحدة أخرى اللي يسمى فيها الاستثمار العسكري. والتخوف كل التخوف من إيش؟ من التزاحم. التزاحم يعني شو نقصد فيه؟ إن شركات يهيمن على شركات، ولا مؤسسات يهيمن على مؤسسات. ونحن هنا التخوف في ليبيا بعد الأحداث اللي صارت في ليبيا في بين الحرب دي كذا، يقول لك هو القطاع العام ومهيمن على النشاط الاقتصادي، لأن أثبتت الورقات العلمية إن الاقتصاد الليبي بعد ما انقسم النطاق الاستثماري ما بين استثمار خاص واستثمار عام، حتطلع لي النسبة 2 إلى احتكار القمة، يعني ماشي صور الاحتكار ما بين القطاع العام وغزة، يعني القطاع العام مهيمن. والمؤسسة العسكرية بحكم أنها من القطاع العام وعندها سلاح، التخوف أنها مرات تهيمن عن الجانب الظاهر. المباشر في الموضوع أن السوق بشكل عام، سوق الاستثمار بشكل عام، نحن ما طلقش للنسب المخيفة، نحن قاعدين في مرحلة يسموا فيها يعني السوق غير مرتب، يعني حتى مرحلة المحايد يقولنا ما تجيناش بناء على المؤشر الرسمي اللي يسمى فيه الـ HHI هذا اللي يجيش في الحصة السوقية، قاعد تحت 50 تحت 40. هذا لو أما نحن اشتغلنا على التوصيات اللي قدمتها الورقات البحثية بطريقة معينة، برنامج عمل معين، برنامج عمل معين خلال فترة معينة، اعتقد ان حتقعد في طفره مختلفه على الاقل في المناطق اللي نحن فيهم على هذا ان شاء الله. نعم. نتمنى لكم التوفيق. دكتور خالد الزايدي عضو اللجنه العلميه بالمؤتمر، شكرا جزيلا لك.